اهلا بكم من جديد ولمواصله التحليل ومحاوله يعني تحليل المشهد بشكل ادق. بيسعدني ان يكون معي الفقيه الدستوري استاذنا الدكتور ابراهيم درويش. اهلا بك يا فندم. اهلا بك. سعيده باستقبال حضرتك. وانا اسعد والله. اسعد بك. انت عارفه اعزازي ليك قد ايه. اشكرك. خليني ابدا واسال حضرتك، ليه في احساس ان احنا كل شوية احنا كده في حالة فوضى، كل شوية بنظبط القانون علشان نمشي المواضيع، نظبط اعلان دستوري هنا، نظبط قانون هنا، في حالة كده من غرزة هنا غرزة هناك، في احساس ان الدنيا مش ماشية بطريق سليم، الدنيا ماشية متعرجة، هل لديك هذا الاحساس؟ بالتأكيد واكثر، لان اعلم بعض الحقائق من يوم 23 أو 24 يناير 2011. هي كلها غرز الحقيقة، وغرز سيئة يعني كمان. هو كان في إرهاصات مؤكدة بأن في حركة للتغيير ومطالبة، ولم يحدث لا توقع لا عندي ولا عند الآخرين أن تكون هناك ثورة كاملة. بالتأكيد مجموعة شباب بدأوا بالمطالبة بتغيير بعد ما ضاقت بهم السبل. وانا في تركيا كنت بشارك في وضع الدستور التركي. جينا يوم جمعه هناك وقالوا لي الجمعه التحرير بالعربي حتى كمان قالوها، فقالوا له وصف لنا الثوره المصريه دي. قلت لهم والله دي شابه راقيه جدا وجميله جدا وعظيمه جدا ماشية في التحرير سكوير، ميدان التحرير، ومخها عظيم جدا زي كده، ومجموعة شباب ماشيين وراها يقولوا لها يا باشا يا أهلا يا مش عارف إيه، ما تردش. في الآخر قالت لهم أنتوا عاوزين إيه؟ قال لهم، ردوا عليها وقالوا إحنا عاوزين تغيير. هي دي مصر اللي كانت بتلف الميدان، ودول الشباب اللي صنعوا الثوره. هل شايف ان احنا لسه هذا نفس الاحساس ان دي مصر ودول إطلاقاً. الشباب ولا لا؟ الوضع تغير كليا بعد سنه من الثوره، يمكن بعد اسبوعين من تنحي او ما يسمى هو غلط يسمى تنحي. اقول لحضرتك حاجه، في جميع النظم السياسيه والدستوريه والقانونيه والاجتماعيه الثوره تسقط النظام. وعمود النظام هو الدستور. وليس الخطاب اللي وجهه السيد عمر سليمان في 11 فبراير المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بيقول لهم قرر الرئيس تنازله عن سلطاته، كرئيس الجمهور تخلى عن سلطاته ونقل المسؤوليات إلى المجلس الأعلى، لأن لا يملك. في الدستور 71 ثلاث مواد كانت تحكم موقع رئيس الجمهورية. أنا لما إذا أطلت وقفيني. حاضر. المادة 82 عنده حدوث عجز نسبي يحل محله نائب رئيس الجمهورية. المادة 83 عنده الاستقالة توجه إلى مجلس الشعب إذا كان قائما أو المحكمة الدستورية. المادة 84 عند الوفاة بقى أو عجز كلي أو شيء. ديت وكان وقت تحرير وإعلان هذا الخطاب من عمر سليمان كان دستور 71 قائمة. فإذا هذا الخطاب لا أساس له. لا أساس إطلاقا. طب ما هو ده اللي قاله فريد الديب يا فندم، محامي الرئيس السابق في المحكمة. بس ما طولي بالك. ما أنت قلت لي قطعيني لو طولت. أنا آسف. هو الثورة قامت فأسقطت النظام ورأس النظام والدستور. من يوم 11 فبراير سقط دستور 71 بأكمله. لكن اللي حدث ان في البيان الاولاني اللي صدر يوم 13 فبراير من المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه عطل الدستور. المجلس الأعلى لا يملك تعطيل الدستور. لأنه استمد شرعيته من ميدان تحرير، من الشارع، من الثورة. من الثورة. أنت بتسألين على الشرعية. الشرعية يا إما من خلال دستور يا إما من خلال ثورة يا إما من واقع
انقلاب عسكري زي ما حدث سنة 52. اللي حدث في مصر سنة 2011 11 فبراير كان سقوط النظام السياسي بأكمله برئيسه بدستوره. فكان يجب على المجلس العسكري أن يكون واضحا وأمينا ولا يعطل الدستور لأنه ألغاه. ألغاه يجب إلغاؤه. حدث في 14 فبراير مأساة هي السبب فيما نحن فيه الآن. وهي تكوين لجنة برئاسة المستشار طارق البشري لتعديل 8 مواد من الدستور أفرزت 10. لماذا تعتبر أنها مأساة؟ لأنها أولا قيدتنا بوجود دستور. لأن تعديل مواد من دستور ساقط خطأ. الدستور سقط فأحيت الدستور وفق تعطيله. وقيدتنا بمجلس الشورى، وقيدتنا بانتخابات رئاسية، وقيدتنا بشروط الانتخابات الرئاسية، وقيدتنا بأمور كثيرة جدا هي التي تولد عنها استفتاء 19 مارس فيما يسمى بغزوة الصناديق. وترتب على ذلك صدور إعلان دستوري بقى آخر جبة الاستفتاء. الإعلان الدستوري صدر في 30 مارس تضمن 8-9 مواد من المواد العشر ومواد أخرى و49 منها من الدستور الساقط حرفيا بأخطائهم اللغوية والإملائية حتى كمان. يعني حضرتك شايف أن بداية الخطأ كانت لجنة المستشار طارق البشري. بالتأكيد بالتأكيد هي اللي ودت البلد في داهية إلى الآن. بس ده المستشار طارق البشري ده شخصية كبيرة وصبحي صالح شايف إيه؟ معلش أنا بكلمك كلام علمي وسياسي وعملي وقومي وكل حاجة. ليه؟ لأن يوضع دستور جديد. من فاكرة لما كان زمان في فبراير ومارس يقول الدستور أولا الدستور أولا. مرة تانية الثورة أسقطت دستور 71 والساقط لا يعود، والتعديلات التي تمت من لجنة طارق البشري تمت على 8 مواد من دستور 71. كان الأوفق بقى لو كان عندهم الحس الدستوري والشرعي انهم يستدعوا بقى دستور 71. خلاص انت عدلتيه. لا، في 30 مارس صدر اعلان دستوري جديد مختلف ضم 8 مواد دول وضم 49 ماده من الدستور الساقط. وكأنه طيب. قد احياه. وكأنه قد احيا جزئيا بشلل. طيب اي نظام سياسي لا يقوم الا بناء على دستور. جت بقى مشكله الدستور اولا بعدين الاخوان. انا بتكلم بمنتهى الامانه وعلى مسؤوليتي. كان هناك علاقات واجتماعات من يوم 25 مارس من يوم 25 يناير. وانا بناشد ما بين مين ومين يا فندم؟ ما بين جماعات الاخوان وغيرهم وعمر سليمان وغيره. حدثت هذه الاجتماعات برجاء ان هم ما ينزلوش الشارع. وبعدين ولذلك كان هم اخر ناس نزلوا الشارع واول ناس انسحبوا من الشارع. هل حضرتك بتقول لي ان تاخر الاخوان المسلمين في نزول في الانضمام لثوره 25 كان بناء على طلب من الرئاسه المصريه وبناء على طلب من عمر سليمان وعليهم امانه للتاريخ ان ينشروا ويذيعوا هذا الكلام وده في رغبه المشير نفسه. لان المشير قال احنا هنقول حاجات انا اعرف حاجات مما تمت. لان في يوم 28 يناير او حاجه زي كده حصل اتصال بيا. من مين يا فندم؟ من عمر سليمان والدكتور فتحي السرور واخرين. ان عاوزين نعدل الدستور قبل بقى ما تتمخض العمليه كلها عن ثوره كامله. وصدر قرار رئيس الجمهوريه بتكوين لجنه لتعديل الدستور. تمام. واللجنه ديت ضمتني. مظبوط. انا فاكره اللجنه دي. فانا في اثناء هذه الاتصالات 4-5 ايام قلت لهم لا، الدستور القائم لا يصلح للتعديل ولا للتغيير ولا للترقيع، وانما لابد من اعداد دستور جديد للبلاد اذا
أردتم أن يكون هناك نظاما سياسيا كاملا. فحصل أخذ ورد، قال طيب نحط كلمة وغيرها، المواد كذا كذا وغيرها. وغيرها دي وضعت لي أنا علشان تفتح لك الباب للتعديل الكامل. فاجتمعنا في مكتب رئيس محكمة النقض، كان الاجتماع الأول والأخير، قلت لهم اللي حصل، اتصال كذا وحصل كذا، وكان يعلمه رئيس محكمة النقض، وكان لأن كان اتصالات بيني وبين عمر سليمان وفتح السرور والجماعة دول كلهم. قلت لهم هذا الدستور القائم لا يصلح. ليه لا يصلح؟ أنا كنت مقرر للدستور 71 ووضعنا دستورا رائعا، وفوجئنا في 7 سبتمبر 1971 بنشر دستور مختلف كلياته، يركز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية أنور السادات، ويقرر حقوق، لأن في ناس دلوقتي يقول لك نستدعي دستور 71، الأربع أبواب الأولى عظيمة، هم مش فاهمينها، لأن النص يقول إيه؟ يكفل الدستور الحقوق والحريات العامة وحرية التعبير و إلى آخره، ويجي في الآخر يقول وفقا للقانون، ويجي القانون ويودم الصحفيين والمذيعين والمذيعات في داهية. طيب إذا لو قفزنا قفزة طويلة كده، اتفضلي، وعدينا السنة وقلنا إنه طبعا اللجنة انفضت اللي حضرتك كنت بترأسها، واعتقد وشكلت لجنة طارق البشري، مستشار طارق البشري، وكان مكان. الآن ونحن نتحدث عن دستور جديد، ايه اللي حضرتك شايفه يجب ان يكون مضمنا في هذا الدستور؟ يعني شايف هل سهل موضوع الدستور ده؟ ايوه، ما هو شوف، عشان دستور جديد بيقوم على اساس محاور 4، وهي من الذي يفكر في وضع الدستور؟ من الذي يكتب الدستور طويل او قصير؟ من الذي يقر الدستور؟ دي 4 لابد من الاجابه عليها. الدستور في الايام الحديثه، في الوضع الحديث دلوقتي، انه يكون قصير. قصير؟ قصير. دستور الولايات المتحده، يعني بدانا منذ قرنين من الزمان، عودا على بدء. دستور الولايات المتحده 7 عدل، بس خص بموضوع واحد، بالحقوق المدنيه. نعم. فقط. انما ال7 ما زالت هي هي. طيب، من الذي يكتب الدستور؟ الأول زي ما حصل في تركيا، إنهم يستمعوا لكافة القوى السياسية. إنما القوى السياسية نفسها اللي تضع الدستور إطلاقا. طب هناك خوف من وجود قوى واحدة، يعني في غلبة قوة القوى الإسلامية مثلا في المجلس؟ بالتأكيد. ولن يجتمع طرفي القوى الإسلامية أو الاتجاه الإسلامي، ولن يستطيع وضع دستور. وانا بقول لك هذا الكلام وبكره تشوفيه. ازاي يا دكتور اذا كانوا لديهم الغلبه في مجلس الشعب وهم اللي هينتخبوا اللجنه التاسيسيه؟ بس في خلاف كبير جدا. عاوزين دوله دينيه، فريق عاوز دوله دينيه محضه، والتاني دوله دينيه بمرجعيه اسلاميه، تلاعب في الالفاظ. انما لا، الدوله الدينيه لا مكان لها في واقع النظم السياسيه، ولم تكن حتى في ولا الاسلام يعرف الدوله. اقروا ابن خلدون، اقروا الجبرت، اقروا كل هذا، الامام محمد عبده، نجيب محفوظ نفسه. الم يقلقك عند القسم لما شفت بعض النواب هم بيقولوا يعني واحترم الدستور والقانون فيما لا يخالف شرع الله؟ طبعا، ما ده اول القصيده كفر. مش كده وبس، دي تقولي تزايد لا مبرر له، لكن لا يبطل القسم. انما انت شفت المشهد في اول يوم، وشفت المشهد النهارده، وشفت المشهد خارج مجلس الشعب. بقى في ذراع سياسي يمثله للاخوان المسلمين، يمثله حزب الحريه والعداله زي ما هم بيقولوا ذراع، وبقى في ذراع اخر لسه محتاجين لتسميته، اللي بيحيط بيأمن مجلس الشعب، شباب الإخوان اللي واقفين يؤمنوا مجلس الشعب. يبقى انقسم المجتمع. شوفي، أنا أقول لحضرتك على حاجة. الانتخابات اللي تمت ديت شبه بعض العيوب والحاجات دي، لكن نقر
انا انتخبت. نعم نتجاوز ديت كلها على رصيد الاخوان والسلفيين القديم، وانتهى هذا الرصيد باكمله، وليفهموا ذلك جيدا. اذا ما اجريت انتخابات في خلال 6 أشهر لن تجد هذه الوجوه، لان رصيدهم انتهى، الا اذا قدموا نموذجا مشرفا قويا لمجتمع مدني. الدولة المدنية هي السائدة، وهي الدولة الدينية بدأت في الكنيسة في القرن السادس وانتهت في القرن الثاني عشر تحديدا سنة 1215 بصدور الماجنا كارتا. لا مكان للدولة الدينية، يعني هي بدأت كنسية وانتهت كنسية، نجحنا نجاح إسلامية. أذهب إلى مجلس الشعب، وهناك زي ما حضرتك قلت هناك انتخابات وانتخب مجلس الشعب بأغلبية للتيار الإسلامي السياسي أكثر من 60%. هل هذا المجلس دلوقتي فيه خلاف أن هناك مراسيم عسكرية مرسوم بقانون، عدد من المراسيم صدرت يعني في وقت قريب جدا من وقت انعقاد مجلس الشعب، قانون الأزهر، قانون الانتخابات الرئاسية، في غضب داخل المجلس بيقول لك الله يعني طب كنتوا استنيتوا 4 5 أيام وكنا ناقشناهم. أقول لك من الناحية العملية المجلس العسكري يملك إصدار مراسيم بقوانين حتى تكتمل السلطة التشريعية قولا فاصلا. إنما من ناحية الموأمة والملائمة فيها غباء سياسي. غباء سياسي. غباء سياسي. انتوا مستعجلين على ايه؟ اولا قانون الازهر كله عيوب. قانون الازهر ده مؤسسة عالمية، لما يجي يقول لك يشترط في من يعين او يختار او ينتخب رئيسا للمشيخة ان يكون مسلمة. ما هو لازم يكون مسلم. امال هو هيكون فين يعني؟ والله رئيس كده. المشيخة هيكون ايه يعني؟ المادة الأولى كده. وأن يكون من أبوين مصريين، ليه هو رئيس جمهورية؟ طب ما احنا عاوزين العالمية. طب المفروض يجي واحد من تونس وتم اختياره من خلال، وبعدين ده شيخ الأزهر اللي بيختار هيئة كبار العلماء ويبقى هم يختاروه، ففيها غباء برضه سياسي. القانون الانتخابات الرئاسية اللي صدر القصة بتاعته ايه؟ لما عدلت المادة 76 سنة 2005، المادة 76 من دستور 71 تم تعديلها بأطول وأسوأ وأحقر مادة في تاريخ الدساتير العالمية. مادة ركيكة وطويلة كان ينقصها سطر واحد بس في الآخر بشرط أن يكون المرشح جمال حسني مبارك. دي السطر اللي نسيوه. طيب جم في التعديلات الدستورية اللي كانت برئاسة المستشار طارق البشري عدلت الماده دي. احنا ما كنا في حاجه الى ده، من ضمن الاخطاء اللي احنا واقعين فيها الان دلوقتي. خففت من الغلواء بتاعها وعملتها قصيره. وخففت من الشروط ان يكون 30 عضو من الاعضاء المنتخبين بس. كلبشتنا بمجلس الشورى. وانتوا شفتوا الاستفتاء على مجلس الشورى، ده استفتاء ما حدث انتخابات امس واول امس. هو استفتاء ان الناس مش عايزه مجلس الشورى. انا هقول لك قصه مجلس الشورى ده ازاي بس عشان حتى نتفرغ من الشبهه. قانون الانتخابات الرئاسيه اللي حصل فيه دوشه اللي صدر بمرسوم هو ابتداء كان صادر سنه 2005 تحت رقم قانون 174. هو تم تعديله، تم تعديل وليس انشاء قانون جديد، تم تعديل القانون 174 لسنه 2005 ليتفق مع الماده 28 من الاعلان الدستوري القائم التي كانت الماده 76 من دستور 71. كل الترقيعات والحاجات اللخبطه ما انا بقول لك احنا ترقيع حاجة ولخبطة وعك وتراه أنه غباء سياسي. غباء، كله غباء سياسي من أوله لآخره ولخبطة. طيب. والحاجات دي شوفي وده نتيجة حاجة واحدة. مستشارين السوق اللي حاطوا بالمجلس العسكري، مستشارين السوق بالتأكيد، وأنت عارفة بعضهم وأنا عارف بعضهم.
وانا مش هسالك عليهم بقى علشان ايه ما نحرجش حد، لكن لكن سؤالي يا دكتور فاستكمالا بس للمرسوم ده، المرسوم ده لا يقدم ولا يؤخر، هو كل اللي تم فيه ان كان في القانون القديم ان عند وجود مانع لدى رئيس المحكمة الدستورية العليا يحل محله رئيس محكمة الاستئناف القاهرة. فهم بتوع المحكمة الدستورية لا قالوا لا ما اللعبة ما تخرجش من جيبنا، لا المحكمة الدستورية يبقى أقدم نائب. طيب المادة ديت اللي هي 28 دلوقتي في الإعلان الدستوري القائم تتصادم مع مادة قبلها، تتصادم مع المادة 21. المادة 21 من أنا بتكلم على ما هو قائم الآن. المادة 21 بتقول لا يجوز تحصين أي قرار من الطعن فيه أمام القضاء، لأن كان أيام ثورة 52 كل حاجة ويمنع. عشان بس ما نلخبطش الناس وندخلهم طيب في مواد متفصله، يعني ارجع تاني للقضيه الاساسيه، مجلس الشعب الان هل يحق له ان يناقش مراسيم القوانين العسكريه التي صدرت؟ يستطيع ان يعدل فيها، يستطيع ان يعدل فيها. بس عاوز اقول لك حاجه، قانون ممارسه قانون الانتخابات الرئاسه غير دستوري اصلا، أساسا اللي هو القانون 174 اللي تم تعديله، هو لم يأتي بقانون جديد، لأن المادة 21 بتقول لا يجوز تحصين. المادة 28 بتقول لا يجوز الطعن في أي قرار صادر من لجنة الانتخابات الرئاسية. يعني كلاما كلام متناقض. إلهي. كلام إلهي. طيب نرجع تاني نرجع يعني تاني. مجلس الشعب يستطيع أن يعدل في المراسيم بالقوانين. كمان حاجة نقطة مهمة، اختصاص المحكمة الدستورية هو عرض مشروع القانون، مشروع تعديل القانون عرض على المحكمة الدستورية لكي ترى ما إذا كان فيه نصوصا تتصادم مع الإعلان الدستوري. المحكمة الدستورية لا اختصاص لها بنظر مشروعات القوانين، وإنما نظرها ولايتها تختص فقط بالرقابة على القوانين واللوائح. الرقابة فقط وليس رقابة الدستورية. يعني رقابة لاحقة زي ما يسموها. وليست مسبقة. طيب. فكلها غلط. غلط من سنة 2005 واستمر الخطأ في لجنة تعديلات طارق البشري واستمر الخطأ إلى الآن. طيب. هل إذا كان هذا المجلس مجلس الشعب منقوص السلطة الرقابية، هل هو أيضا منقوص السلطة التشريعية؟ لا هو مش منقوص. وشوفي المادة 33 من احنا بنتكلم على الإعلان الدستوري، الإعلان الدستوري اللي محكومين بيه دلوقتي، بتقول إن فور انتخاب مجلس الشعب تنتقل إليه السلطة التشريعية والرقابية. المادة 37 بعدها على طول بتقول إن الموضوعات كذا وكذا وكذا، الميزانية والخطط والحاجات دي يجب أن تعرض على مجلس الشورى الأول، ويخطر مجلس الشورى أو يبلغ مجلس الشورى رأيه لرئيس مجلس الشعب، يعني كأنها تعرض أولا. يبقى إذن هو مكبل حتى يأتي مجلس الشورى. إنما يكونوا بقى إنه يقدر يراقب دلوقتي يراقب، لأن مجلس الشورى لا يراقب. ليس له حق الرقابة. ويقدر مجلس الشورى يعدل. أنتقل إلى الطوارئ. كان في جدل. لكن لا يستطيع أن يعدل قانون انتخابات الرئاسة الآن، لأنه من القوانين المكملة للدستور. لا يستطيع ان يعدل قانون الرئاسه الان حتى اكتمال مجلس الشورى، حتى اكتمال مجلس الشورى. طيب انما فيما بعد يستطيع ان يعدل ويلغيه كليا. طيب الطوارئ مرسوم بقانون ايضا، او مش مرسوم بقانون، قرار الحاكم العسكري بالغاء حاله الطوارئ الا في احوال البلطجه. كيف ترى ذلك؟ شوفي قانون الطوارئ ده له قصه طويله، ما مش هنلحق نحكي القصه فقط. بس تقول لي هو بس قانون الاحكام العرفيه، مو عشان نوضح للراي، انت بتخاطب راي العام في مسائل خطيره جدا وعشان الوقت يعني بس مش هنلحق. والوقت كنت تديني وقت طويل، انا اسفه والله العظيم، بس معلش. قانون الطوارئ ده كان اسمه قانون الاحكام العرفيه، صدر من الاحتلال الانجليزي سنه 1914 عدل على مراحل، واستبدل اسمه في سنة 58 بقانون الطوارئ
اللي هو مطبق حاليا اللي هو القانون 162 لسنة 58. تمام. ده قانون خطير جدا، لا يجزئ تطبيقه على جرائم دون جرائم. اما ان يطبق او ان يلغى او ان لا او يوقف، اسمها وقف حالة الطوارئ، انما قانون الطوارئ يبقى. انا في سنة 2001 او 2000 وكذا كتبت 3 مقالات في الاهرام، ادهم لك تبقى تقريهم فيما بعض. اتفضل. اهو 3 مقالات في الاهرام عن لزومية وقف حالة الطوارئ، انهاء حالة الطوارئ، وسببت حوالي يمكن 30 سبب. ليه بقى؟ وبعدين لان القانون العقوبات العادي يجب تم تعديله سنة 92، وقانون جامع شامل لكل انواع البلطجة وكل انواع الجرائم التي ترتكب ضد الدولة، وتصل العقوبة الى الاعدام. يبقى مش محتاجين قانون الطوارئ، مش محتاجين جدا. هو وقف انا مش عاوز انت بتقول اختصار الوقت، اقرا المادة 86 من قانون العقوبات الحالي. بس المشكلة ان القضاء العادي بياخد وقت، زي ما بنشتكي دلوقتي من محاكمة القرن. فإذا ما توفرت الدوائر وصدقت النوايا وأسرع القضاء، هيبقى أسرع من قانون الطوارئ. طيب. لما بيقول إلا في أحوال البلطجة، هل يصح ذلك؟ لا لا يصح ذلك، إنما لو قال يطبق في مدينة القاهرة فقط، في مناطق جغرافية القانون أباح تطبيقه أو قصر تطبيقه على مناطق جغرافية وليس على جرائم. فالقانون غير دستوري، يعني المشير الإعلان اللي طلعه ده أو ما أو القرار، هو قرار غير دستوري يمكن تعديله في مجلس الشعب؟ بالتأكيد مجلس الشعب يستطيع في خلال بعد أسبوع بعد انتهاء ويبدأ يناقشها من دلوقتي. دكتور درويش، من يكتب الدستور المصري؟ يعني هناك انتخابات، هتكون في انتخاب للجنة المئة. هو في رأيك من يجب أن يكتب الدستور المصري؟ من ضمن مشاكل لجنة طارق البشري إنها قالت إيه؟ يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلس الشعب والشورى ويختاروا لجنة تأسيسية من 100 عضو لوضع الدستور في 6 أشهر. شوف ده بالعكس، انت لما تشوف المدة بقى ايه، المدة خطيرة جدا. اقول لك بعد اكتمالهم في خلال 6 أشهر يختاروا لجنة، وتجتمع اللجنة وفي خلال 6 أشهر تضع الدستور. يعني ان شاء الله في 200 لو طبقت المادة ده و13. لكن اهو عملية تسريع وعملية ترقيع وعملية تقطيع الى اخر الكلام ده كله. اللجنه دي مين اللي هيختارها؟ اعضاء مجلسي الشعب والشورى. صراحه النص كده، والارض بتتكلم دستوري دلوقتي. بقى 3/4 المواطنين فقهاء دستوريين بالظبط، والباقي نشطاء سياسيين وخبراء استراتيجيين. يعني احنا لو صدرنا العنصر البشري ده للعالم كله هيبقى فيه اكتفاء وزياده. طيب. مين اللي هيختارهم؟ شوفي انا عاوز اقول لك على حاجه، في مجد الجلاد له لازمه كده، كل ما يجي يتكلم يقول فيه اقول لك على حاجه، اقول لك قصه، اقول لك حاجه، ان لن يستطيع المجلس الحالي او المجلسين معا انهم يضعوا الدستور، لان كل واحد له اجنده، كل فريق له اجنده، والدستور لا يكون الا بالتوافق. طب يعني هم قالوا لك هنخرج ازاي من المأزق ده؟ انا في بلاش كلمه انا دي، لا اتفضل. في يوم 15 مايو حصل دعوه ليا من مكتب المشير ورفضت، لان الموضوع خرج بقى عن الموضوع خرج من زمان، الموضوع خرج من يوم 19 مارس وقت الاستفتاء على الدستور. خرج على التعديلات كلية. بعدين كلمني اللواء شاهين، هو ظريف يعني،
وقلت له رفضت، فحط السماعة. بعد كده كلمني وقال لي شوف هتيجي هتيجي هنيجي ناخدك وبتاع. قلت له طيب اروح. وقدمت له مشروع دستور من 20 مادة، وفي الكتاب اللي انا اديته لوكي أيوة. وقت الازمة السنة اللي فاتت أيوة. عندك مشروع هذا الدستور لان هو الدستور مش بكثرة المواد لان الاتجاه الحديث زي ما قلت لحضرتك انه بيكون متماسك قصير ويترك التفصيلات للقوانين حتى يكتب له عمرا طويلا. دستور امريكا اتوضع سنة 1778 وما زال قائما قرنين اوروبا من 9 مواد من 7 مواد. طيب اذا اردت ان تقدم نصيحه لاعضاء مجلسي الشعب والشورى اللي هيجتمعوا ويختاروا اللجنه التاسيسيه دول 100، تقول لهم ايه؟ اختاروا مين؟ انتخبوا من؟ من يجب ان يكتب الدستور؟ اولا لن يستجيبوا الى النصيحه. يعني بنقول النصيحه لله. لا لا فات الميعاد. انا بقول لك دي ام كلثوم. اه لن يستطيعوا كتابه الدستور. شوف اقول لك على حاجه، العظيم القاضي العظيم عوض المر اعظم قضاه الدستوريه على المستوى العالم مش على مستوى مصر فقط، كانه كان يتوقع ما يحدث الان. في سنه 1994 بتاريخ 27/12/94 في القضية الدستورية رقم 13 لسنة 15 قضايا دستورية أصدر حكم وقال أن المجلس النيابي أو البرلمان أو السلطة التشريعية لا تخلق الدستور ولا تمسه، وإنما الدستور هو الذي يخلق السلطة التشريعية. هذا الحكم. وبالتالي لا تتوقع أن هم يعني بس هم هينتخبوا طبقا للمادة الدستورية. غلط. هيبقى يعني الدستور هو الذي يخلق السلطة التشريعية وليست السلطة التشريعية التي تخلق الدستور. طب بعد وضع الدستور هل هذا المجلس يجب أن يحل ولا شايف أنه هو مصيره هيبقى إيه؟ وبقى هم انتخبوا وضيعوا فلوس قد كده وسحبوا رصيده هيحطوا نص مؤقت يقول لك استمر مجلس الشعب إلى نهاية مدته. طب دكتور درويش لأن وقتنا انتهى كلمة أخيرة تقول فيها كيف الخروج من هذا المأزق، الحل من العك اللي حضرتك شرحته على طبق الحك ان نبدأ من جديد. أبدأ إيه من بلجنة محايدة تماما بعدد قليل جدا من المفكرين والشعراء لأن دول عندهم خيال أكتر لحلم يبقى مئات السنين، ويكون معاهم واحد أستاذ قانون دستوري فقط ويبدأوا يتصوروا الحلم الدستوري. في مادة تخص بالحقوق والحريات في مقدمة الدستور نكتب ان مصر دولة عربية اسلامية ودين الاسلامي والشريعة الاسلامية كل شيء الى اخره، يكتبوا اللي هم عاوزين فيه. انها مادة خاصة بالحريات ومادة خاصة بالسلطة التشريعية، محتاجين مجلس واحد بس. ليه؟ لان المجلسين بيقوموا في الدولة المركبة زي الولايات المتحدة الأمريكية أو الهند أو غيره. إحنا دولة بسيطة، إحنا يا دوبك عارفين نمشي. ومجلس الشورى ده أنشئ سنة 1980. الرئيس السادات وأنا كنت حاضر القعدة دي بيقول عاوزين نعمل مجلس الشورى يبقى مجلس عائلة زي المصطبة كده في ميت أبو الكوم. بقت مصطبة. ما عندناش مصطبة وما فيش ميت أبو الكوم. ما فيش ميت أبو الكوم. عدل كذا مره فهو انشئ. ما تقوليش طبعا بقى لانه لا حاجه لمجلس الشيوخ اطلاقا. ما تقوليش ما كان عندنا مجلس شيوخ، لا كان النموذج بتاعنا اللي وضع في الدستور 23 تم النموذج ده على اساس النظام الانجليزي. اساس النظام البرلماني الانجليزي مجلس الشيوخ يساوي مجلس اللوردات. احنا لا عندنا لوردات ولا عندنا شيوخ. فأنا النصيحة إن هل يستجيبوا إلى قول الحق الذي فيه يمطرون؟ إن لجنة مصغرة جدا من المفكرين هيكفروا، من الشعراء هيكفروا، وبعيدة عن رجال الأحزاب والحاجات دي، وتستمع إليهم. وده النموذج التركي خد بكده.
النماذج الدكتور تكون لجنه مصغره جدا استمعت لجميع الاراء الاحزاب السياسيه والقوى ثم وضعت الدستور ثم اخذت تصورهم ووفقت بينهم. انت تستطيع كقاضيه ان تستمعي الى جميع الاطراف وتوفقي ان شئت او تحكمي بما تراه عدل. نعم. انما الاطراف كلها تجلس مع بعضها وتحاول التوصل لنتيجه ابدا، كل واحد يقول حق بايدي. وانت شفت دلوقتي الجلسات شكلها ايه والاخر شكله ايه. دكتور درويش انا بشكرك شكرا جزيلا، معلش احنا للاسف وقتنا انتهى، وانا بستمتع جدا ان انا استمع لحضرتك، يعني تزيدني علما الحقيقه. الله يبارك، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. احنا عندنا خبر دلوقتي سريع ان في سطو مسلح على احد المحلات في حلوان. اه للاسف يعني هذه القضايا. معانا مراسل ولا مش هنلحق؟ طيب يمكن زميلنا عبد الرحمن يوسف يتابع هذه الحاله. سطو مسلح على احد المحلات في حلوان، نتمنى السلامه لمصر. الاحداث دي بتكتر، نريد عوده دوله القانون وفرض يعني ادوات الدوله على كل الخارجين عن القانون، الاعتصام في اوقات معينه والاضرابات في اوقات معينه تهدد ارواح الناس وتهدد حياه الناس. ما ينفعش نتعدى على حقوق الاخرين لانني اريد ان اخذ حقي، ده ما بيحصلش. وعلهم يسمعون او يستمعون الى ما قاله استاذنا الدكتور ابراهيم درويش، ان الدستور يضعه الشعراء والمفكرون والحالمون بوطن افضل لمصر، ولا يضعه المفترقون والمتنازعون على سلطه وعلى سلطان. اشكرك جدا. اشكركم اعزائي المشاهدين. ينضم اليكم الان زميلي عبد الرحمن يوسف. اراكم يوم السبت المقبل باذن الله، نعود الى برامجنا مره اخرى. اشوفكم في العاصمه التاسعه مساء.